صندوق الطوارئ الصحية، وبيستهدف تمويل الخدمات مقدمة من الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل والقضاء على قوام الانتظار ودعم شراء الأدوية، مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة. دي المقدمة الخاصة بالتعديلات، وإن التعديلات كانت على استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيه على تراخيص العربيات، استحداث طابع بقيمة 100 جنيه على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق. نرجع مرة تانية للدكتور أيمن، سيادة النائب ممكن تقول لنا خلصنا ولا عايز خلصنا التعديلات؟ خلصنا التعديلات على مشروع القانون من حيث البنود، وان شاء الله الجلسة العامة بقى يتعرض هذه البنود عشان السادة النواب يبدوا رأيهم فيما تم، يعني ان شاء الله بإذن الله. انت هنا لإيه يا فندم؟ انا بس بوضع الحق أهمية هذا الصندوق. يعني انت عارف حضرتك موازنة الصحة، واحنا بنجابه كثير من حالات الطوارئ وحالات قوائم الانتظار المتراكمة. عندنا حالات كثيرة جدا علاج على نفس الدولة، المواطن ما بيقدرش يتحمل الجزء الزايد عن ما هو مقرر له. فكل هذا الصندوق لصالح المواطن المصري ينشأ عشان يقدر يغطي ما لا تستطيع موازنة الصحة ان تغطيه. فهو الحقيقة طبعا كان بإيحاء من جائحة كورونا، واحد مميزاتها انشاء هذا الصندوق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء شخصيا عشان نقدر نغطي الحاجات دي. وانا الحقيقة يعني بدعو كل المصريين، سواء كان في موافقات على زيادات في بعض الحاجات او ما فيش زيادات، الصندوق ده لازم يكون مفتوح للتبرعات والهبات من رجال الاعمال من كل الجهات والشركات الاعتبارية من كل البنوك، لان هذا الصندوق في منتهى الاهمية من اجل الرعاية الصحية وصحة المواطن. نعم. طيب اللي احنا بنفرضه على المواطن النهاردة ايه؟ لا ما فيش فرض حاجة على المواطن خالص، يعني عشان برضو يعني ما يبقاش التناول غلط. هو صندوق اساسا انشئ من اجل المواطن وليس على المواطن. اذا كان في بعض الحاجات التي اقترحها بعض النواب، لكن الحكومة كانت مقترحة زيادة على المبيدات الحشرية مثلا التي تستعمل في المنازل وليست الزراعية، مستحضرات التجميل المستوردة، مصادر تمويل اخرى كالهبات وتبرعات، بعض النواب اقترحوا قالوا طيب نحط قرش حتى على المكالمة المحمولة دي، هتعمل حصيلة لهذا الصندوق عشان قوائم الانتظار وحالات القلب المفتوح والدعامات وخلافه. في نفس الوقت قالوا بعض الناس قالوا طيب ما نفرض برضو طابع على تجديد الرخصة في العربية قدره جنيهات قليلة، 10 جنيه. 10 جنيه. كل دي حاجات، 100 جنيه مصروفات مدارس وجامعات حكومية ودولية. بالظبط. مين اللي هيدفع ده، مش المواطن ولا الحكومة؟ لا حضرتك بالنسبة للمدارس، حضرتك المدرسة لما يبقى مصاريفها 100,000 جنيه ويدفع 100 جنيه طالب، اعتقد او صاحب المدرسة يساهم ب 100 جنيه عن الطالب، دي من اجل صحة المواطن المصري اعتقد دي حاجة ضئيلة جدا. لا المدرسة اللي هتدفعه ولا ولي الامر اللي هيدفعه؟ لا المدرسة يا فندم، المدرسة مش بتحصله، بس بتحصله من المواطن. لا يا فندم انت لما يبقى المصاريف، لا دكتور عشان نبقى كلامنا واضح، هل يعني الاسرة اللي مودية ابنها يدفع 100,000 ولا 20 ولا 30 ايا كان، هيدفع 100 جنيه زيادة ولا المدرسة اللي هتدفع للحكومة وتحصله من المواطن؟ يا فندم المدرسة لما بتيجي تقدم كشف الطلبة بيبقى كشف الطلبة فيها مثلا 500 طالب، هتدفع 100 جنيه على الطالب طابع عشان يعتمد في الوزاره. أيوة. لصالح صندوق الطوارئ الطبيه. جميل. يعني ده مساهمه من المدارس الدوليه والخاصه في هذا، واعتقد ده مبلغ في وسط المصروفات دي. احنا قلنا في المدارس الخاصه يبقى 50 جنيه والدوليه 100 جنيه، ودي مبالغ بالنسبه للمصروفات الحاليه تعتبر لا شيء. حضرتك انا ما بقولش لا، بس هنا بتكلم على حاجه بتقول المواطن مش هيتحمل. دلوقتي احنا بنتكلم على المواطن هو اللي هيدفع سواء 50 او 10 او 7 او 8. يا فندم لن تحصل من المواطن، هتحصل من المدرسه كاجمالي طلبه. لان هقول لحضرتك حاجه، يعني هل يعقل يبقى المصاريف هيحطوا المصاريف 50 جنيه و 50,100؟ لا المدرسه يعني هتطلع متبرعه ولا هتحملها على مصاريف الطالب؟ لا يا فندم ده طابع المدرسه بتستدعيه على عدد طلابها.
وليس تحمل للمواطن نهائيا. لا يعني معلش انا اسف مره تانية، النقطه دي مهمه قوي. ايوه المواطن اللي ابنه داخل السنه الجايه ان شاء الله ايوه وباذن الله هذا المبلغ هيبقى داخل وسط المبلغ الضخم ده الكبير ولا لا؟ ال 100 جنيه اللي هتضاف له او ال 50 جنيه لو هو مدرسه خاصه، ال 50 جنيه دي لن تضاف على المصاريف، سوف تتحملها المدرسه على عدد الطلبه اللي بتسجلهم في الوزاره. ايوه المواطن مش هيدفع حاجه. بالظبط يا فندم بالظبط. طيب العربيه يا فندم المرور اللي هيتحمل ولا المواطن اللي رايح يرخص؟ لا دي اعتقد يعني دي هتبقى من اجراءات التراخيص المواطن هيتحملها. أيوة. بس برضو انا عايز حضرتك يعني تقف معانا في ان اهميه هذا دكتور يا دكتور سياده النائب. لا انا يهمني مش مع ومع، احنا كلنا حاجه واحده بالمناسبه، ما هو كلنا كده. كشعب وانتم ممثلين الشعب واحنا كلنا حاجه واحده، بس انا عايز افهم بس الموضوع، يعني مهم نفهم مع بعض بس. احنا مش ضد، احنا مش حاجتين ضد بعض، لا خالص. انا اقصد انا متاكد من حضرتك، بس انا بس احب اوضح للساده المشاهدين والمواطنين ان هذا الصندوق في منتهى الاهميه، يعني اهميته لان في قوائم انتظار النهارده. انا بانقص حياه مريض بوجود مكان تاني نشتري منه الخدمه كقطاع خاص، اقدر احوله اخلي وزاره الصحه في علاقه على نفس الدوله تحوله للقطاع الخاص زي ما تم في مبادره قوائم الانتظار. نعم. وقوائم واستدامه تمويل هذا الصندوق هي اللي هتضمن تغطيته. نعم. فاعتقد اهميه النهارده، معلش في ناس كتيره جدا ما بتلاقيش اسره عنايه مركزه في المستشفيات الحكوميه لكثره الحالات. نعم. في الحاله دي هنقدر القطاع الخاص، الحكومه تدفع للقطاع الخاص لتلبيه احتياجات المواطن مجانا. هتقدر في حالات الحروق والاطفال المبتسرين اللي بيدوخوا على الحضانات، هنقدر نغطي في القطاع الخاص، ويقدروا الحكومه تدفع للقطاع الخاص باسعار متعاقده عليها من هذا الصندوق. نعم. فهذا دعم للرعايه الصحيه وليس عبء على المواطن. نعم. النهارده معلش 1% من 2% من المبيدات الحشريه، حتى لو الشركه اصرت، لو قطاع خاص اصرت ترفع 2% في مستلزمات تجميل، هذا ليس بالكثير لصالح هذا الصندوق اللي هدفه رائع. نعم. اللي هدفه يقضي على قوائم الانتظار، نقدر وزاره الصحه تشتري الخدمه من القطاع الخاص عشان المواطن يخصه مجانا، نقدر لو في مفيش اسره عنايه مركزه، لو مفيش اسره للاطفال المبتسرين نقدر نغطيها. فانا يعني اقصد قبل ما نفكر في مصادر التمويل اللي قد يكون ليس حمل على المواطن نهائيا، لكن انا النهارده جاي ارخص عربيه بدفع 120,000 جنيه لما ادفع طابع ب 10 جنيه ولا حاجه. لا مش كل الناس بتدفع 120,000، هم فئه محدده، ومفيش حد بيدفع 120,000 في المرور. اقل لكن أقل ممكن حاجة تدفع لك أقل يعني حاجة ألف، اقل حاجه 1500 يا فندم. صحيح اقل حاجه لما يدفع عليها 5 جنيه هيحصل ايه؟ نعم. لصالح هذه، لصالح حاجه نبيله وبينقذ بيها حياه مواطن. يا دكتور يا سياده النائب اتفضل. بتكلم الكلام اللي احنا متفقين على حاجتين بس في اختلاف في امر مهم. انا قلت انه ليه المجلس النهارده وهو بيخلص ما يسيبها للمجلس الجاي اللي جاي بعد شهر؟ يعني ليه النهارده مستعجل على هذا الكلام؟ هقول لحضرتك لسببين. مش ضد، انا مع الامر نعمل، ولكن مش النهارده، ما خلاص احنا شهر والمجلس الجديد جاي. ليه احنا عملنا حاجات كتير 5 سنين، ليه بعملها دلوقتي؟